راح نحلوا هذا المثال هو مباك 2014 موضوع ثاني. موضوع ثاني سؤال خمسة وش قالوا؟ قالوا احسب عزم العطالة المقطع العرضي للرافدة بالنسبة لمحور X المار بمركز ثقل المقطع. يعني محور X هذا راه هنا لأنه راح يمر بالمركز الثقل هذا تاع الشكل ككل هذا اللي هو جي. احنا منظارين نلقاو يعطونا فقط مقطع واحد تاع مستطيل وخلاص كما هكا. نطبقوا القانون تاعنا تاع هذا بي وهذا اش ونحسبوا عزم العطاله تاع الشكل هذا اللي هو بي في اش في 3 على 12. لكن الان مدلك شكل مركب عباره عن ثلاث مستطيلات، المستطيل الاول هذا وهذا المستطيل الثاني وهذا هو المستطيل الثالث. الابعاد تاعو هذا اش طول كلي وهذا بي، هذه او وهذه او وهذه ا. اذا مثلت مثل بهذا الشكل، هذا اش طول كليه وهذا بي طول هذا وهذا او وهذا او وهذا ا. اذا باه تحسب عزم العطاله كي يعطيك شكل مركب عباره عن شكلين او ثلاثه، لازم تحسب تاع كل شكل وحده، تاع كل شكل وحده. اذا هذا سميته هو الشكل واحد اللي الابعاد تاعه العرض هو او والطول اللي هو بي. الشكل الثاني هو نفس الشكل الاول تساويين، العرض تاعه او والطول تاعه هو بي. والشكل الثالث اللي هو هنا هذا المستطيل اللي راه يظهر بهذا الشكل، البعد تاعه هو ا العرض يعني اللي هنا والطول اللي هو اش فتحه، سميتوها اش فتحه. يعني هذا راح يكون بي كي تقعد تحسب عزم العطاله، راح هذا يتسمي بي وهذا اش، هذا بي وهذا اش، نطبقوا بي في اش اس 3 على 12. هذا راح يكون لك هذا بي وهذا هو اش، ونطبق ونحسب وهذا بنفس الكيفيه، هذا بي وهذا اش. نرجع قلنا هذا من هنا الى غايه هنا هو اش. احنا نحوسوا على الطول تاع الشكل ثلاثة، هذا الشكل ثلاثة نحوسوا على الطول تاعو، سميته اش فتحة من حتى لهنا سميتها هي اش فتحة، بحيث اش فتحة هذه وشني اش فتحة هي اش نقص منها 2 او. اش هذه الطول كلي اللي راه يظهر باللون الاحمر، نقص منه هذا الاو ونقص منه هذا الاو، اذا اش فتحة راح يساوي لك اش ناقص 2 او. اذا الشكل ثلاثة تهنينا منه، البعد تاعو هو ا واش فتحة كي نحسب له عزم العطالة يعود ا في اش فتحة اس 3 على 12. الابعاد هم عطاهم لي الاش راهو 270 ملم معناها 27 سنتيم، انا نحولها بالسنتيم. بي هو 135 ملم معناها 13.5 سنتيم، و ا عطيه لي 6.6 اللي هو 0.66 سنتيمتر، والاو هو 10.2 اللي هو 1.02 سنتيمتر. اذا قال لك احسب عزم العطاله، اذا باه تحسب عزم العطاله لهذا الشكل الكامل خاصك تحسب تاع كل شكل، ونشوفوا العلاقة اللي نستعملوها الآن. نستعملوا علاقة هوينجز هذه تاع الدوزيامان، ريت اوف دوزيامان، نستعملوها ونحسبوا بها هذا عزم العطالة. علاقة هوينجز يقول لك عزم العطالة تاع الشكل الكلي، عزم العطالة تاع الشكل اللي هو اي اكس اكس فتحة يساوي لنا اي او اكس زائد اش مربع في اس. وش معناها هذه العلاقة؟ هوينجز يقول لك إذا كان عندك شكل مركب تحسب عزم العطالة تاع كل شكل وتزيدوا اش مربع في اس. اس هي مساحة كل شكل، واش درك نعرفوها، اش هو يقول لك المسافة الفاصلة بين مركز الثقل تاع كل شكل واس. ما فهمتني صح؟ هوينجز نقول لك إذا كان عندك شكل مركب وحبيت تحسب له عزم العطالة نتاعو لازم تطبق هذه العلاقة اللي تقول لك اي اكس تاع الاكس اكس فتحة الشكل الكلي يساوي لنا اي او اكس زائد اش مربع في اس. درك نشوفوا هذه كامل نفهموها. اي او اكس عندي ثلاث اشكال، معناها نحسب بعزم العطلة تاع الشكل الاول وعزم العطلة تاع الشكل الثاني وعزم العطلة تاع الشكل الثالث، واش مربع في اس ثاني هذه راح تخص تاع كل شكل. خاصني ندير اش، اذا كان هذا هو الشكل واحد خاصني نزيد له اش واحد مربع في اس واحد زائد اش اثنين مربع في اس و2 زائد اش 3 مربع في اس 3. هذا هو وينجز، يقول لك عزم العطاله تاع كل شكل وتزيدوا اش مربع في اس. يعني كي نجي نطبقوا العلاقه تاع الهوينجز واش راح تطلع لنا؟ عندي هذا الشكل واحد وهذا الشكل 2 اللي هنا وهذا الشكل 3. علاقه هوينجز راح تكون العزم العطاله تاع الشكل الكلي هذا كامل اللي فيه ثلاث اشكال هو اي او اكس 1 زائد اش 1 مربع في اس 1. شنو هي اش 1؟ درك نعرفوها، اس 1 هي مساحة الشكل 1، اش مربع في 1 في اس 1 زائد تاع الشكل 2 هذا
حزم العطالة تاع شكل 2 اي او 2 زائد اش 2 مربع في اس 2، اس 2 هي مساحة الشكل هذا، زائد ثاني الشكل 3 حزم العطالة تاعو اي او 3 زائد اش 3 مربع في اس. حزم العطالة فرضا تاع الشكل 2 هذا وشنو هو؟ بي في او 3 على 12 تاع الشكل 3 وشنو هو؟ اش هو بي ا الأ هذا في اش فتحة اس 3 ل 12. والشكل الاول هو نفسه الشكل 2 متساويين البي في او 3 ل 12. درك نعرفوا الاش هذه واش هي. نبداو باش 1، نبداو باش 1، اش 1 ها هي وين اش 1 مربع ونضربها في اس 1، اس 1 ثانينا منها قلنا هي بي في او اللي هي طرف الارض. ومد لي مركز ثقل تاع الشكل الكلي ها وين هو؟ جي. يعني مركز ثقل تاع الشكل هذا انا رسمت لكم هنا راح يجيني في هذه النقطه تاع الشكل الكلي، يعني راح يجيني هنا في هذه النقطه، ومركز ثقل تاع الشكل واحد راح يجيني هنا. اذا اش راح يحوس على هذه المسافه، هذه من هنا الى غايه هنا هي اش واحد. وشن هي اش واحد؟ اش واحد هي المسافه اللي تفصل ما بين، اذا كان هذا الشكل واحد معناه هذه راح تكون جي واحد. إذا اش هي المسافة ما بين جي واحد وجي، هذه هي اش واحد، اش واحد عفوا، اش واحد، اش واحد هي المسافة اللي تفصل بين جي واحد وجي. إذا خاصك تحسب لي هذه المسافة. اش 2 نفس الكيفية، اش 3 ثاني بنفس الكيفية. الآن عرفنا التمثيل تاع اش واحد، عرفنا التمثيل تاع اش واحد وأن هي هذه المسافة. إذا نديرو خاصنا نحسبوها الآن. نديرو لها الإسقاط بهذا الشكل، اش واحد راح تجيني في هذه النقطة وهذه النقطة بهذا الشكل. يعني اش واحد هذه هي المسافة اش واحد، وأنا نعرف بلي المسافة هذه وش هي؟ المسافة من النقطة هذه إلى غاية العلاء إلى غاية هذه هي اش على 2، هي اش المسافة الكلية مقسمة على 2، يعني هذه هي اش على 2 اللي باللون الأخضر هذا. أما اش واحد اللي هي باللون الأسود، اللي هي باللون الأسود راني وضحتها لكم باللون الأسود، باللون الأسود، وهذه هي باللون الأخضر اللي هي اش على 2. وأنا نحوس على اللي باللون الأسود. إذا اش واحد، اش واحد هذه راح أعطيها اللي هي أو هنا كما راكم تشوفوا هي او، معناها كي نقسمها على 2 راح نلقى هذه المسافه. هذه المسافه هي نفسها المسافه هذه، كي ندير لها الاسقاط هي نفس المسافه هذه، وهذه المسافه هي او على 2. اذا اش فتحه، اش فتحه راح تساوي اش على 2 ونقصوا منه او على 2. اذا بالنسبه للشكل 2 اش 2، اش 2 راح تجيني هذه المسافه اللي هي مركز ثقل كلي اللي هي جي، وهذه هي جي 2. اش 2 المسافه ما بين جي 2 وجي، يعني هذه المسافه هي اش 2 تاع الشكل 2، هي اش 2. مادام الشكل متناظر نشوف بلي الشكل متناظر، اش 2 هي نفسها اش 1. اش 2، اش 2 ثاني راح تساوي اش الكلي على 2 ناقص او على 2. اذا كملت مع اش 1 واش 2. اش 1 قلنا هي اش على 2 ناقص او على 2، واش 2 كيف كيف بعد الحساب نلقى اش 1 13 سنتيم واش 2 13 سنتيم. اش اللي هي مدوها لنا 27 270 ملم تحول دائما سنتيم، 27 الى 2 ونقص منها الاو اللي هي 1.02 سنتيم تقسيم 2 يعطينا الناس 13، واش 2 نفس الكيفية. إذا نرجع لعلاقة هوينجز هذه، إذا هذا الطرف كملته، هذا الطرف كملته اللي هو تاع الشكل واحد، وهذا الطرف انتهيت منه، يعني بالشرح بقالي فقط الحساب، بقالي فقط الشكل 3. أنا كنت قادر للشكل واحد وقيم الشكل واحد نضرب في 2 لأنه متساويين، حبيت فقط نوضح لكم الفكرة. الآن نروحوا للشكل 3، خاطر هذا كي نقولوا عزم العطالة خلاص معلوم هو بي في أو 3 على 12، وهذا نفس الكيفية بي في أو 3 على 12.
اذا بقى لي فقط الشكل 3. اذا مركز الثقل تاع الشكل 3 هو بهذا الشكل، مادام مستطيل هو هذا الشكل يظهر لي هنا هو جي 3. ونرسم مركز الثقل تاع الشكل الكلي ونشوف مركز الثقل تاع الشكل الكلي بهذا الشكل، بهذا الشكل مركز الثقل تاع الشكل الكلي. اذا واش راكم تلاحظوا؟ لاحظ باللي مركز الثقل تاع الشكل الكلي انطبق تماما على مركز الثقل تاع الشكل 3. اذا مركز الثقل تاع الشكل الكلي ايضا بهذا الشكل، مركز الثقل تاع الشكل 3 هو اللي بالاسفل. اذا جي 3 انطبقت على جي، انطبقت على جي، معناها المسافه بيناتهم على اش 3 هي الزيرو، اش 3 تساوي صفر. اذا مادام اش 3 هي صفر معناها هذا صفر، معنى هذا الناتج كامل يروح بالصفر، هذا الناتج يروح بالصفر. خاصني فقط نحسب مركز عزم العضلة تاع الشكل 3 اللي هو اش فتحة اللي هذه اللون الأخضر، نضربها في الأ اللي هو من في أ في أ في اش أ في اش فتحة اش 3 على 12 ونكمل الحساب. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا في مركز العضلة في عزم العضلة تاع الشكل المركب تروح تدير تاع كل شكل وحده وتمثل. هنا عطالي مركز الثقل تاع الشكل الكلي، كان قادر ما يعطيهليش نحسبه، نحط لكم القانون في اخر الفيديو، نحط لكم القانون كون ما عطاناش مركز الثقل فنحسبه. اذا نقول الان نروح نحسب عزم العضله تاع الشكل واحد حسابيا فقط، بقى التعويض الحسابي فقط ونكمل. اذا نجيو للتطبيق العددي تاع هذه المقادير ككل. اذا هذا قلنا راح بالزيرو، خاصني نحسب هذه المقادير. إذا عزم العطالة تاع الشكل واحد، تاع الشكل واحد هذا اللي قلنا هو بي في او اس 3 على 12، بي في او اس 3 على 12 يمد لي بعد ما نحسب يمد لي 1.19 سنتيمتر أس 4. تاع الشكل 2 اللي هو هذا الشكل عزم العطالة هو نفسه، يساوي لي تاع الشكل واحد يساوي لي 1.19 سنتيمتر مربع أس 4. وعزم العطالة تاع الشكل 3، تاع الشكل 3 اللي هو أ في اش فتحة اس 3 على 12، أ في اش فتحة على اش فتحة اس 3 على 12، ونقول لي الناتج هو 855.26. الأ راهو عاطيه هنا 0.66 سنتيم، والاش فتحة حسبته قلنا اش فتحة هو أمامكم، شوف معايا قلنا اش فتحة في الأول اللي هو هذا الطول، هذا الطول قلنا اش فتحة راه يساوي اش ناقص 2 أو يساوي 27 ناقص 2 في الأول 1.2 اش فتح سنة 24.96. اس واحد هي مساحة الشكل واحد اللي هي بي في الطول في العرض، يعني بي في الاو، هاي بي هاي الاو. اس واحد راه هي نفسها تاع الشكل اثنين، اذا اش واحد مربع في اس واش راح تمد لي هي 13 مربع، اش واحد هي 13، 13 مربع في اس واحد اللي هي 13.5 في 1.62. إذا هذا الناتج اللي هو اش واحد مربع في اس واحد راه يمد لي 2327، مع اش اثنين مربع في اس اثنين راه يمد لي نفس الناتج، واش ثلاثة مربع في اس ثلاثة قلنا راح يروح بالزيرو خاطر اش ثلاثة راه يساوي زيرو. ونحسب عزم العطالة تاع الشكل الكلي. إذا بعد ما ندير التطبيق العددي لهذ المقادير اللي هي هذا المقدار، هذا المقدار اللي هو نفسه هذا المقدار 1.19 نزيد اش مربع في اس واحد، وهذا المقدار اللي هو نفسه كنت قادر نضرب تاع الشكل واحد فقط في اثنين، مع هذه المقدار اللي هو خرج لي 855.26، الناتج ككل راح يطلع لي 5511.9 سنتيمتر مربع. هذا كان هو عزم العطاله تاع الشكل الكلي. نروحوا للشكل السؤال الاخر اللي قالوا تحقق من شرط المقاومه سؤال 6، وعطالو سيجما بار هي 2800، عطالو السيجما بار هي 2800، وقالو تحقق من مقاومة الرافدة. إذا بعد ما درت التطبيق العددي تاعي راح لقيت الناتج 1592.41 أقل يساوي 2800. إذا المترجع هذه محققة وأنه المقاومة محققة. في حال إذا ما عطالكش مركز الثقل، هذا هو القانون، إكس جي فاصلة مركز الثقل الشكل الكلي هي إكس جي واحد في إس واحد زائد إكس جي اثنين في إس اثنين زائد إكس جي ثلاثة في إس ثلاثة على مجموع المساحات، إكس جي بنفس الكيفية، إكس جي هي فاصلة
مركز ثقل تاع شكل واحد، و اكس جي 2 هكذا، و اكس جي 2 هي فاصلة مركز ثقل تاع شكل 2، و الاكس جي 3 هي تاع المركز 3، و الإقراب نفس الكيفية. إذا انتهينا من هذا التمرين السؤال، إن شاء الله تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.